سلاما وتعزية بحبيبه الحسين، لا حول ولا قوة إلا بالله. مولانا العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما طلعت شمس هذا اليوم إلا بالكسوف وحسينا يوم عاشوراء. عزيزنا السلام عليك يا صبيع الدمعة الساكبة صاحب المصيبة الراتبة، السلام على البدن السليم، كل معصوم تسلم عليه توجه له سلاما إلا الحسين عليه السلام، تسلم على بدنه وتسلم على خده وتسلم على شيخه. السلام على البدن السليم، السلام على الخد التليم، السلام على الشيب الخضيب. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أن دمك سكن في الخون واخشعرت له أظلة العرش. وحسينا Oh,
لما أصبح الحسين الصباح وصلنا بأصحابه صلاة الصبح قام فيهم خطيبا وكان ذلك تعقيبا إن الله قد أذنا بقتلكم إن الله قد أذنا بقتلي وقتلكم في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال. ثم أعدهم للحرب فجعل على الميمنة زهير بن القين المجنون وعلى الميسرة حبيب بن مظاهر الأسدي وأعطى رايته أخاه العباس عليهم السلام وثبت هو وأهل بيته في القلب. ولما نظر وجاء عمر بن سعد لعنه الله وقد جعل على الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيري وعلى الميسرة شهر بن ذي الجوشن وعلى الخيل عزرة بن خيل وعلى الرجالة في شمس بن ربع وأعطى رايته مولاه ذويل لعنة الله عليهم أجمعين. ولما نظر سيد الشهداء عليه السلام إلى عدتهم وعددهم وكثرتهم رفع كفيه إلى السماء قائلا اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يرنف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليه رهبة مني إليك عن من سواه فكشفته وفرجته فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة تعلمون أن الإمام إمام هدى وحريص على هداية العباد وهؤلاء الناس بين إنسان أخذته شبهة فيحتاج إلى أن يعرف بالحق وآخر أخذته شهوات فيحتاج إلى أن يعظه ويذكره. ولذلك تجد كلام الحسين عليه السلام قد توفرت فيه الحجة الكافية والموعظة الشافية وفر كل أسباب التأثير وبدأ بدعوتهم إلى الإصغاء إليه حتى يهديهم إلى سبيل الرشاد فأوقفهم أمام دنيا غرتهم. وكان مما قال عليه السلام الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار ثناء وزوال متغيرة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرركم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته وجنبكم رحمته فتبنكم ولما تريدون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. أما بعد فانسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم فحاسبوها فانظروا هل يحل ويصلح لكم خدمي وانتهاك حرمتي أولست بنت نبيكم وابن أول المؤمنين بالله والمصدق لرسول الله. هل هناك أحد يجهل علي بن أبي طالب وسابقته وابن أول المؤمنين بالله والمصدق لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار بجناحين مع الملائكة عمي؟ أتم الحجة عليهم أولم تبلغكم هذه المقالة فيا وفي أهلها؟
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني والله ما تعمدت، والله ما تعمدت كذبا، مذ علمت أن الله ينطق عليه أهله، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم، سألوا جابر بن عبد الله الأنصار وأبا سعيد الخدري وزيد بن أرقم يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من جدي رسول الله، أغفر لكم المأمون من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كنتم في شك من هذا أفتشكون في أن ابن بنت نبيكم، فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم وفي غيركم. ثم أخذ يخاطبهم ويخاطب من كتبوا إليه كتبه، يا شبيس بن ربعي ويا حجار بن أبجد ويا قيس بن الأشعث ويا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن قد عينعت الثمار واخضر الجنان، وإنما تخدموا على جند لك مجمدة، فلزم الصدق. أما شمر لعنه الله فقد قال هو يعبد الله على حق، إن كان يدري ما يقول الحسين عليه السلام، فقال له حبيب رضوان الله عليه صدقت، إنك تعبد الله على 70 حرف وقد طبع الشيطان على قلبك، فلا تدري ما يقول وكم تكلم سيد الشهداء، تكلم بما لا يحصى حده، خطب فيهم زهير وخطب فيهم بليل، وكان مما قال زهير يا أهل الكوفة رضوان الله عليك، يا أهل الكوفة نذاري لكم أو نذار لكم من عذاب الله، إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن حتى الآن إخوان على دين واحد، لما لم يقع بيننا وبينكم السيف وأنتم للنصيحة منا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة فكنا هم وأنتم هم، إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله، لينظر ما نحن وأنتم صالحون، ونحن ندعوكم إلى نصره وخذلان الغاية يزيد وعبيد الله بن زياد، فإنكم لم تدركوا منهم إلا سوءا عمر سلطانينا، يسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم من خلاف، ويصلبانكم على جذوع ويمثلان بكم ويصلبانكم على جذوع النخل، ويقتلان عناصركم وقراءكم أمثال حجر لعلي وأصحابه وهاني بن عروة وأبوابه، فسبوه وشتموه وقالوا لن نبرح حتى أن نأخذ صاحبك وجماعته أو حتى نقتلك ومن صاحبك وجماعته أو نمشي بهم إلى ابن زياد سلمى، وكم تكلم زهير وكم تكلم بريد، إن الله بعث محمد صلى الله عليه وآله بشيرا نذيرا وسراجا منيرا، وهذا ماء الفرات دفع فيه خنادير السواد وكلابه، وقد قيل بينه وبين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، أفجزاء محمد هذا؟ فقالوا يا مريم اكفف فقد أكثرت الكلام، فليعطش الحسين كما عطش من كان قبله، وكم تكلم زهير وكم تكلم بريد، جاء الحسين عليه السلام إليهم وقد لبس عمامة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد وضع القرآن على رأسه
أتم عليه الحجة، وكان مما قال ذكرهم ببيعة حملة. تبا لكم أيتها الجماعة وترحى أحين استصرختمونا والئين، فأصلحناكم مخلفين. سلبتم علينا سيف لنا في أيمانكم، وحثتم علينا نارا اقتدعناها على عدونا وعدوكم، فكنتم إلى بل لأوليائكم ويدا عليهم لأعدائكم، من غير عدل أدوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيها إلا الحرام من الدنيا أنالوكم. فهلا لكم الويلات إذ كرهتمونا وتركتمونا، لكن أسرعتم إليها كطيرت الددى، وتداعيتم إليها تداعي الفراج. فسحقا لكم يا عبيد الأمة شذاذ الأحزاب، ونبذت الكتاب، ونفذ الشيطان، وعصبة الآثام، ومحرف الكتاب، ومطفئ السنن، وقتلة أولاد الأنبياء، ومجيب مبيدي عجلة الأوصياء، وملحق العهار بالنسب، ومؤذي المؤمنين الذين جعلوا القرآن عظيم. أجل والله الغدر فيكم معروف، وشجت عليه رسولكم، وتآزلت عليه فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجى الناظر وأكلة الغاسر، إلى أن قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركب بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله. ونفوس طابة وأنوف حمية لا تؤثر طاعة الكئام على مصالح الكرام. ألا وإني زائف بهذه الإسرة مع قلة العدد وكثرة العدو وحزنان الناصر، ثم تمثل بأبيات عروة بن مسيح: فإن نهزم فهزام قدمة، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن تربنا جبن، ولكن من عيانا ودولة آخرين. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. أما والله لا تلبثون بعدها إلا ليس ما تركب الفرس، ثم تدور بكم دور الرحال، وتقلق بكم خلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جد، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم أمة، ثم اخذوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال: ادعوا لي عمر بن سعد. فجاء ابن سعد لعنه الله وهو كاره، فخاطبه الحسين أمامهم. ويا لها من موعظة من أبي عبد الله عليه السلام: يا عمر بن سعد، أزعمت أن الدعي ابن الدعي سيوليك بلاد البي وجرجان؟ فوالله ما تحنق بذلك أبدا، وكأني برأس يتلامه الصبيان. قد جعلوا بينهم غرضا، فما لنا عين بوجهه. هل أثرت هذه المواعظ؟ أثرت في أهلها؟ أخبر الحر إلى عمر بن سعد، قال: يا عمر بن سعد، ما تقول فيما قال الحسين؟ قال: صحيح، ولكن أميرك لا يرضى إلا بهذا. فعند ذلك حاسب الحر نفسه، وكان واقفا وبجنبه قدوة بن كيس، فالتفت إلى قرة وقال له: هل سقيت فرسك؟ يقول قرة: ظننت أنه يريد أن يسقي فرسك. ثم تحرك قليلا ووقف بجنب المهاجر بن عوس. يقول المهاجر: نظرت إلى يدي الحر وهو يبتعد، فاستغربت من ذلك، وقلت له: يا أبا يزيد، لو سئلت عن أشجع أهل الكوفة لما عدلت؟ أجبت يا أبا يزيد؟ قال: ما جبت، ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار. نسأل الله حسن الختام بحق الحسين العظيم.
الوهاب عليه السلام. فأقبل الحر بفرسه إلى الحسين ونزل من على ظهر فرسه منكسا الرمح منكسا رأسه باكيا قائلا اللهم عبا أنا الذي جعجعت به أنا الذي روعت عن عاد رسول الله سهما في كبد قوسه وجهه نحو معسكر الحسين عليه السلام فجاءت السهام كالقاطع ثم التفت الحسين الى اصحابه وقال الا قوموا الى الباب الذي لا بد منه فهذه السهام رسل القوم اليكم فاقتتلوا ساحه من النهار اشتدت الهضره من كشفت الهضره الا وقد قتل من اصحاب الحسين اكثره قتل 50 رجل فمضى سيد الشهداء على كريمتين اشتد غضب الله بالمضمون اشتد غضب الله على اليهود اشتد غضب الله على النصارى اشتد غضب الله على المجوس اشتد غضب الله على أمه اجتمعت كلمتها على قتل ابن بنت نبيها بان الضعف في أصحابه وأخذوا يبرزون الأربعة بعد الأربعة والإثنين بعد الإثنين والواحد بعد الواحد برز الغفاريان فقتلا I'm sorry.
السماء إلا بعد قتل الرهيب، وضع السهم في كبد
بأنواع النعم والكرم والكرامة، فلا تشكو ولا تقول بألسنتكم ما ينقص من قدركم. ودع النساء، ودع السجاد، ودع العيال، ودع الجميل. يا بنات الزهراء استودعكم الله خير مستودع. الله خليفتي فيكم، لا تخافون سوءا، لا ينالكم قدير. تسلبون، تضربون، تدخلون المجالس، ولكن من شرش عفو، العرض محفوظ. ثم أفضل إلى الأعلى وحيدا فريدا، يقول بعضهم ما رأيت موتونا قد قتلت أنصاره وأهل بيته. أربط جأشا من الحسين عليه السلام سدر، وعلى الحد السيف نارة، والأعمال السماء فوق شرارة. وخلى الليث ما يمدى الفرارة، يفر ويموت يجي موت ابنهن ما فار. ادخل بغلوم أو يحطم عليها، يحوم أو يقوم الموت بيها. وحسينا فلن خد من الجب على الأطفال.